السلام تقسيم عليكم. السؤال الثاني، واحد طلق واحدة تنجذب عليها وقبل البناء، تطلقها ومضى شهر، ده حكمه ايه؟ عفوا، عايز يرجعها؟ ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ لا، طلقها قبل البناء، طلقها كان كاتب عليها وطلقها قبل البناء ومضى شهر، قبل البناء طلقها قبل البناء. ومضى شهر على الطلاق هذا ويريد أن يراجعها، فهل يستطيع وكيف؟ إذا طلقها قبل البناء ففور قوله لها أنت طالق لا تحل له، لم تصبح زوجة له. خلاص يعني مش هتحلوله اصبر خالص خلاص؟ اصبر نعم؟ اصبر اسمع، نعم إذا قال الرجل للمعقود عليها التي لم يدخل بها أنت طالق فقد بانت منه في الحال، لم تصبح له زوجة. إذا أراد أن يراجعها، إذا كانت هذه التطليقة الأولى هي ليست زوجته، يتقدم كخاطب من الخطاب، إن شاءت قبلته إن شاءت رفضته، ولها نصف الصداق السابق، تزوجها بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود، حسبت عليه التطليقة الأولى مرة، وله تطليقتان فقط، إن طلقها مرتين فقط حرمت عليه. السلام عليكم.